السلام عليكم، مساكم الله بالخير، ويا هلا ويا مرحبا في برنامج رقائق رمضانية إيمانية. لو فتحنا جوالاتنا يا جماعة ودخلنا على الواتساب راح نلقى تهاني وتبريكات بقدوم شهر رمضان. احنا الآن ودعنا ثلث رمضان، بل أكثر من ثلث رمضان، تلك الليالي والأيام ذهبت وانقضت. فثلث شهر رمضان ذهب، والثلث يا جماعة كثير. هنيئا لمن أحسن في هذا الثلث الأول، هنيئا لمن قام، هنيئا لمن صام، هنيئا لمن أتم صيامه، هنيئا لمن ختم القرآن، هنيئا لمن فطر الصائمين. فرمضان أيام معدودات وستنتهي هذه الأيام. متى يحزن الإنسان؟ راح أذكرك متى يبدأ الإنسان يحس بالندم. صدقني، مع أول فنجان قهوة تاخذه صباح العيد، إن الله أحيانا، يبدأ الإنسان يحس بالتقصير. هذا من المقصر، لكن من أحسن في رمضان العمل، الصيام والقيام والتراويح قراءة القرآن، الله يتقبل منه. لكن اللي فرط، مع أول فنجان راح يحس بالندم، يقول فعلا ضيعت على نفسي رمضان. فيقول بيني وبين نفسه، يا الله، يعني مر رمضان كامل ما ختمت ولا ختمة، التراويح صليت يوم يومين وطلعت، نوم عن الصلوات، ما فطرت صايم. فيبدأ يتحسر، لأن كل شيء في رمضان غير. ختمة واحدة في رمضان أفضل من 3 ختمات في غير رمضان. الصدقة في رمضان ب10 ريال أفضل من 100 ريال في غير رمضان. العمرة في رمضان أفضل من العمرة في غير رمضان. فرمضان فرصة، لأن أبواب الجنة فتحت وأبواب النار أغلقت، ولله في كل ليلة عتقاء من النار، عتقاء من النار. قد يكون شخص الآن، يمكن تكون أنت، نعم أنت أو أنتي، فلان ابن فلان عتق من النار، يا حظه، يعني خلاص أنت الآن من أهل الجنة. فيا جماعة، لا نستسلم، لا نستسلم، لا نيأس. قصرنا في 10 الأولى، يلا الآن 10 الوسطى الآن نجتهد فيها ونبدأ. وصوم رمضان مثل ما قلت لكم يا جماعة في الحلقات السابقة، صوم رمضان وكأن آخر رمضان في حياتك. فما زالت الفرصة موجودة، والكورة في ملعبك. أنا أقول يمدينا يا جماعة من هذه الليلة نحسن العمل والعبادة والطاعة والقربات من رب الأرض والسماوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن عتق من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.